ضربات موجعة تلقاها حزب الله في الآونة الأخيرة، ليس فقط في قصف مخازن الأسلحة ومنصات الصواريخ وتفجير الأجهزة اللاسلكية، بل بتصفية بعض من كبار قادته، آخرهم محمد حسين سرور الملقب بأبو صالح قائد الوحدة الجوية لحزب الله. المكان الضاحية الجنوبية لبيروت، الحزب اعترف رسميا بمقتله إثر غارة إسرائيلية. بثت إسرائيل صور للأقمار الاصطناعية مثل ما نشاهدها تظهر الموقع الذي تم فيه استهداف سرور، كما تتكشف المزيد من المعلومات عنه. سرور وبحسب مصادر العربية كان عائدا مؤخرا وتحديدا قبل 3 أيام من اليمن، لكن لماذا اليمن؟ بحسب مصادر العربية سرور كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ الحوثيين من اليمن وقائد الوحدة الجوية للحوثيين ومسؤول وحدة المسيرات في اليمن أيضا، ويبدو أن وجوده في اليمن ليس جديدا. ففي عام 2016 بثت العربية هذا الفيديو لمحمد حسين سرور، أو مثل ما يلقب أبو صالح، وهو يدرب الحوثيين في صنعاء. فرد حزب الله ضحوا بنفوسهم، ما وصلوا لهني لا ولا طائرات ولا شيء بيتوصل. الله يبارك فيكم جميعا، نحن بنعتبر حالنا جزء لا يتجزأ من الشباب هون. هلا عندنا عملية نوعية، قلت لكم عندنا إن شاء الله عملية نوعية. إن شاء الله بتكون تتكلل بالنجاح قريبا. بس أنا قلت لكم وين؟ لا. سرور انضم إلى جماعة حزب الله في ثمانينات القرن الماضي وتسلم وظائف عدة، منها قائد وحدة صواريخ الأرض جو عزيز التابعة لوحدة الرضوان، وقائد المنظومة الجوية التابعة للحوثيين في اليمن. تصفية إسرائيل محمد سرور بأنه تصفه عفوا إسرائيل محمد بأنه أحد رواد مشاريع إنتاج المسيرات الانقضاضية والمسيرات الخاصة بجمع المعلومات ووضع بعض منها تحت مبان مدنية في بيروت وغيرها من المناطق اللبنانية. نحن عطين 9 أيام دول. بس بشهر رمضان مثل ما أنتم كلكم عارفين، نحن بشهر رمضان عم ناخذ نص نهار، يعني نص نهار هذا اليوم الرابع، عكنه بهذا اليوم صرنا يومين عم نهدي مش 4 نهارات، لأنه الوقت بنهار بشهر رمضان لأوضاع، لأنه أنتوا صح في الليل، ولكن نحن الظروف الأمنية بالليل مش عم نقدر نعطي دروس عشان التصوير الحراري، وإلا لو كانش في حرق كنا أعطينا استفدنا من الليل والنهار فاعتبرنا نهار. قام في حزب الله ضحوا بنفسهم، ما وصلوا لهني لا ولا طائرات ولا شيء بيتوصل، ضحوا بنفسهم في آخر يوم تستفيدوا منها من الله. الله يبارك فيكم جميعا، نحن بنعتبر حالنا جزء لا يتجزأ من الشباب هون. ضروري أنه يستهدفوا هذه المناطق. العمليات الإذائية هي عمليات خاصة. ما هي الإذائية؟ مثل هلا الاستنزافية.